عليكم بالإجراءات الوقائية لفائدتكم ومصلحتكم. هي كلمات ضابط شرطة بولاية عين الدفلة تدعو من خلالها المواطنين إلى البقاء في منازلهم. نشكركم على التزامكم. من جهته المواطن أبدى استجابته لهذه النداءات وأبان على درجة وعي كبيرة. تلقينا استجابة واسعة من طرف مواطني ولاية عين دفلة لهذه الإجراءات، وكانوا أذان ساغية لمختلف النداءات التي أطلقتها مصالح أمن ولاية عين دفلة عبر قنواتها الاتصالية، صفحة الفيسبوك لأمن ولاية عين دفلة، وكذلك النداءات المتكررة اليومية على فترات مختلفة من نهار اليوم عبر مكبرات الصوت لمركبات الشرطة، وين تلقينا استجابة واسعة من المواطنين، وهذا الشيء يخلينا نضعف مجهوداتنا للسهر على أمنهم الصحي بالدرجة الأولى. مصالح الأمن الوطني وبعد حلول الساعة الثالثة بعد الزوال باشرت في تطبيق إجراءات الحجر بإغلاق مداخل المدن ووضع حواجز ودوريات، حيث تم سحب 75 رخصة سياقة وتوقيف أكثر من 150 شخص قاموا بخرق الإجراءات. بالنسبة للإجراءات المتخذة في الميدان، تم توقيف 26 مركبة اتخذت ضدهم الإجراءات، بالإضافة إلى سحب 75 رخصة سياقة. الإجراءات ستتواصل الإجراءات التحسيسية تتواصل وترافق إجراءات ردعية لحد من هذه الظاهرة. خلال الفترة الأخيرة بتوقيف 151 شخص قاموا بخرق إجراءات واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية المعهودة. هكذا بدأت شوارع مدينة عين الدفلة بعد تطبيق الحجر الجزئي، ليبقى وعي المواطن السبيل الوحيد لمواجهة جائحة كورونا.